السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أجمل متابعين؟ إن شاء الله يا رب تكونون بأحسن حال. يا هلا وغلا فيكم، نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا. ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. والشيء الثاني اللي مو مشتركين عندي في القناة، يا ليت تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الاشتراك واعطوني لايكات كثير لهذا الفيديو. ولمحبين القصص حيلاقونها في قوائم التشغيل في قسم قصص حقيقية، استمتعوا بسماعها. ونبدأ قصة اليوم، وتقول صاحبة القصة: يا هلا والله، أبقول لكم قصتي وما رح أطولها عليكم بما أنه رمضان وكذا، حاخذ من وقتكم شوي. بس أنا عمري 21 سنة، تزوجت ومبسوطة مع زوجي لأبعد الحدود، كنت عايشة أميرة، كانت حياتنا جميلة، مكرمني مصروف شهري كل شوي يزيدني، ما يخلي علي قاصر، كل اللي في خاطري والله كان يجيبه لي. أقسم بالله ما أكذب عليكم، كنت سعيدة معاه. ما توقعت يوم من الأيام إننا ننفصل عن بعض، فأمي الله يصلحها هي السبب. عندها قاعدة إن الحرمة لازم يكون الرجال خاتم بإصبعها. فزوجي كان يحبني وطلباتي أوامر، ما هو مقصر علي، إلا أنها كانت تبغاني أمشيه على كيفي. كانت تتدخل بكل شيء، كل صغيرة وكبيرة، يعني ما أقول لها أحيانا كثير من المشاكل اللي تصير بيني وبينها عشان ما تكبر ولا تكبر الموضوع يعني بيننا. تبغاني زي أختي الكبيرة بالضبط، زوجها خاتم بأصبعها، ما هي راضية تقتنع أن كل الرجال مو زي بعض، كل رجل وله شخصيته. وبعد أختي الثانية ترى اتطلقت بسببها، يعني بسبب من كثر ما تتدخل بحياتها بكل شيء، بكل صغيرة وكبيرة، والمشكلة تقول لها أشياء غلط يعني. فصرت كل ما أجي لأهلي تجلس تعطيني محاضرات هي وأختي الكبيرة أنه كيف أتعامل مع زوجي وتشيشني عليه. فأنا والله أحبه ومحترمته، مرة مرة متفاهمين، أحس أني بحرقة من اللي أنا فيه، يعني إذا تهاوشنا وكنت أنا الغلطانة كنت أعتذر منه، وهو إذا كان غلطان كان يعتذر مني. أقول لكم متفاهمين على كل صغيرة وكبيرة. فلاحظ أني أنا أنزعج من أهلي إذا رجعت بيتي، يعني إذا كنت عندهم ورجعت كذا أكون طفشانة من الوضع، يعني من كثر ما يزنون علي، يسوي لو أفعلي لو خلي يسوي لك ويفعل لك. بعض الأحيان أعصب عليه، فإذا سألني إيش فيك يعني من جد أنا طفشت. في يوم من الأيام قلت له أن أمي يعني مو عاجبها وضعي، وقلت له كل السالفة من وإلى، لأني ما تحملت الوضع من جد اللي أنا فيه. فما قال لي شيء، بس قال لي هذه أمك ولا تقطعينها وكذا، وأنا وياك مستقرين بحياتنا، وأنا مرة أحبك وما أبغى أخسرك، فلا تدخلين أحد بيننا، وحاولي تفهمينها يعني إن حنا سعيدين وإن أنت سعيدة وما تبغين شيء، ما تبغين إلا العافية يعني، وأمورنا طيبة، وأي شيء بيني وبينك لا يطلع لأحد حتى لو كانت أمك، فخلاص بكذا أنت ترتاحين. فأنا صرت يعني طول الوقت بس كذا سرحانة أقول ليش ما تخليني أعيش حياتي بكيفي أنا وياه، أنا وياه متفاهمين يعني من جد مع بعض. ما أدري يعني إيش كان وضع أمي، إيش كانت تبغاني يعني أسوي، يعني ماني عارفة كيف حتى تفكيرها. حملت وأنا بالشهر الثامن مرة مرة تعبت، فاضطريت إني أروح لأهلي، ماني قادرة خلاص، يعني كل شيء ما أقدر أسويه بنفسي، اضطر إنه لازم يعني أحد يكون معاي من أخواتي وكذا. صح إنه زوجي داريني وكذا بس عنده شغل، فاضطريت إني أروح لأهلي. جهزت كل شيء، جهزت أغراضي على أساس إنه بعد العشاء يوديني ونبقى مع بعض. فقبل ما أروح، يا الله، ما توقعت هذاك اليوم إنه هذا آخر يوم أشوفه فيه، آخر يوم لنا مع بعض أنا وياه. طلعنا نتمشى هذاك اليوم ونسولف ونضحك، وكنت مرة مبسوطة لين وصلني بيت أهلي، فودعنا بعض ونزلت. عاد استقبلتني أمي، استلمتني تقول أنت ما تسمعين شعر أمك، وهو راح وراح يسافر. طبعا هو قال أنا بروح أسافر يومين كذا وأرجع، فقلت له عاد يعني بما أني أنا وأنت يعني خلاص، روح رفع عن نفسك شوية وأرجع، كنا متفاهمين. فأمي ما عجبها الوضع، ليش يعني يسوي لك كذا وليش يخليك، طب وش أسوي يعني. أنا قاعدة أقولها أقول أدعي إن الله يأخذ عمري، أمي أنا من جد تعبت والله العظيم. تقولي لا، قفلي جوالك يومين، لا تردين عليه، خليه ينقرص، ليش يسافر ومدري ويش. وسمعت كلامها وأنا خلاص من جد بتقطع من جوا على وضعي اللي أنا فيه. طبعا هو راح يسافر لأهله، يعني بما أنه يعني أنا عند أهلي، هو راح يسلم على أمه وأهله في الديرة. فصار يدق على البيت، على التليفون البيت، وأمي تصرفه
تعبانة تبي ترتاح، فما تخليني أكلمه أبدا. وأبوي يعني بعد كلمته أمي وأخواني إنه ما يدخلون أصلا خيط بإبرة إلا يعني بشور أمي، أبدا ما لهم أي راي. فاتصل على أخوي الكبير، وأخوي برضو يعني ما رد عليه، مرة مقفل جواله، مرة ما يرد، مرة يطنش. وزي ما قالت له أمي طبعا، هو بيسأل عني إنه ليش أنا ما أكلمه، ليش أنا مقفل الجوال وواوا. فجوالي مقفل، يقول له يعني يقول له تعبانة، ما تبغى تكلم أحد، تعبانة، كل يوم حجة، كل يوم يقولوا له شيء، وأنا بتقطع من جد على أني ما أكلمه. فعرف أن أمي هي يعني وراء الموضوع وأن هي السبب. المهم بعد أسبوع ما مر، من كثر ما كان يتصل علينا يتصل، اتصل على أبوي فقال له خلاص يعني ورقة بنتكم وصلتكم. جانا أبوي هذاك اليوم وقال لنا، أنا هنا يعني ما تخيلون إيش صار فيني من الصدمة والله العظيم، يعني ما أقدر أقول لكم، يعني شوي كنت خلاص حولت من كثر ما الصدمة كانت قوية لي، ما توقعت أبدا ولا 1% جاء على بالي. ويا الله قرفت من عيشتي، أحس بقهر وحرقة أني ليش أنا تطلقت، ليش ما أتحمل وضع أهلي، ليش يعني ما يعرف أنه أمي مسيطرة علي. يا الله ولا أسلوب أبوي، مسكين والله العظيم أسلوب أبوي يقهر، ولا حتى أخواني يعني تحمل بما فيه الكفاية عشاني. والله العظيم أحيانا أنقهر عليه من أسلوب أبوي، كان يستحقره، فإذا جاء بيتنا تخيلوا يخليه عشاني، يعني يخليه أبوي بالمجلس يلطع، يقول خليه أحسن شوي، يتأخر عليه كذا بس عنادا، يعني ما أدريش الحكمة يعني، ولا يخليني حتى أروح عنده لين أبوي يروح لي، يقول خليه كذا عشان يعرف قدره ويعرف. يا الله الآدمي هذا ما سوالهم شيء، والله العظيم إنه شايلهم شيل، ما أعرف ليش بعض الأهالي كذا. بعدها ما مر أسبوع خلاص إلا أنا ولدت، فما فرحت بولدي أبدا، جاء على هذه الدنيا وما كملت فرحتي، أبوه مو معاي. يا الله كنا نخطط أول ما أولد إنه نتصور أشياء كثير، كنا نسولف عنها. طلعت من غرفة الولادة وأنا أتذكر إنه لو كان معاي إيش كنا بنسوي، الأشياء اللي خططنا لها. فطلعت هذاك اليوم وأنا أبكي منهارة منهارة، أمي تقول لي يا بنتي كذا الولادة كذا هي تعبي، يا الله أنا وين وانتي وين. فرجعت البيت أنا وأنا ماني طايقة شيء ولا حتى أهلي. إلين الحين لي سنة وأنا مطلقة، كل ما أشوف ولدي قلبي يتقطع أكثر، هو تزوج الله يهنيه، فلين الحين يعني أنا برضو عندي أمل إن بنرجع لبعض، قلبي محروق، ما كان بيننا أي مشكلة والله العظيم ولا أي مشكلة، كذا على طول طلاق. طب ليه أحيانا أقول يعني هو عارف وضعي، ليش استعجل، ليه طلق كذا بسرعة؟ فوكلت أمري لله سبحانه وتعالى، والله يصبر قلبي يعني. فانتبهوا يا بنات، لا تسمعون كلام أحد، حتى لو أمكم ولا أختكم، والله العظيم من التخبيب مرة شين. وادعوا لي إن الله سبحانه وتعالى يجمع شملنا على خير يا رب. وأنا أقول لكم كثير كثير من الأحيان في بنات كذا يلجؤون إنه يتكلمون عن حياتهم الزوجية وأسرارها بحجة يعني الفضفضة التنفيس، فيفتحون مجال للآخرين ينتهكون الخصوصية، خصوصية العلاقة بينهم، ويطلقون العنان لتوجيهاتهم ونصحهم، فتتغير سبحان الله مسار حياتهم للأسوأ، وتتحول إلى جحيم ما كان حتى بالحسبان. فالبنت أحيانا تستشير أمها وهي تدري أن آراء أمها في الغالب مو صح وليست سديدة، وهذا الشيء من خلال يعني تعامل أمها مع أبوها، وتظن أن هذا هو الأسلوب الأمثل. فالنتيجة إيش؟ للأسف تطلع أن البنت يعني صورة مكررة من الأم، يستمر الفشل في العائلة. فلازم الواحد إذا كان يبغى يشاور أحد يعني يشاور أحد ممن يتوسم فيه الرأي السديد، عشان يستفيد من رأيه في إصلاح الخلل مو تدمير الأسرة. فعشان كذا يا بنات لا تسمعون للي يخببونك يعني على زوجك ويحرضونك عليه بدعوة الكرامة، الله خذي حقك، لا تسكتي إلا، أطلبي منه، لا تخلينا يجمع، ترى بيتزوج عليك الشيخة، يعني لا تزورين أهله، طنشيهم، سوي لهم، أفعلي لهم، ترى كل هذه يعني تعتبر كلمات تخبيب. والله سبحانه وتعالى لعن يعني من خبب امرأة على زوجها بنص الحديث، لذلك يعني لا تعطين إذنك لكل من هب ودب. حياة الزوجين يعني تكاملية، كل واحد منهم يكمل حياة الثاني، لا يمكن أن تستمر الحياة سعيدة إلا بالتغافل والتنازل والتراحم من كلا الطرفين، ومعرفة الحقوق والواجبات وغض الطرف وما تدققون في كل شيء والنسيان،
ولازم ان كل واحد منكم يثني على الاخر عند الاحسان ولو كان شيء يسير او شيء بسيط. فالعقل والعاطفة يكملان بعضهما البعض وتكون حياة سعيدة بإذن الله تعالى. إلى هنا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد، أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله. إلى ذلك الوقت استودعكم الله.